السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى صحبه أجمعين. سيداتي أنساتي سادتي، الله حييكم من دولة كوريا الجنوبية أو جمهورية كوريا الجنوبية. الشاهد ما لنا في الأنظمة دي. احنا في مكان ما شاء الله خضر من أجمل ما يمكن، وفي دعوة اليوم كريمة من شركة كيا الأم ومن شركة الجبر، مشكورين ما قصروا. ويدعوا لسنكم حتى كمان التجربة محدودة، احنا وفي فريق من أمريكا اللي تقريبا موجودين نجرب السيارة اليوم، موجودين مع بعض في يعني زي نقول دعوة شبه حصرية أقدر ما تكون منها دعوة إعلامية. الآن أنا أسلمكم الكي 900، أول ما أو كان اسمها عالميا كي 900، معروفة باسم في منطقتنا باسم كيا كورس. إيش السيارة دي؟ وإيش اللي فيها؟ إيش الاختلاف؟ إيش الجديد؟ إيش التفاصيل هذه كاملة؟ فخلينا نأخذكم واحدة واحدة إيش اللي عاملينه في السيارة. الآن الله يسلمكم كتقسيمها، عندنا جينيسيس الجي 90. شو الاحترام؟ يعني حتى يعني احترام قهر اللي حابين تسموه. حتى نافيجيشن بيقول لك ترى خد بالك في مطب سرعة، مش عندنا ناكل مطبات تتكسر الدنيا وما في أي نوع من زهرات. لا، في انذار، انتبه انه الطريق متعرج، انتبه في مطب سرعه، انتبه في رادار سرعه. يعني الرادار والنافيجيشن بيعطيك كل كامل الاحترام، بيديك كامل المعلومات كامله، يعني ما في شيء انه ياخذك على اخوانه يستخبى لك ساهر، لا كله هنا موجود. طيب الان خلينا نتكلم على السياره، ايش اللي فيها الله يسلمكم مقارنه بالموديل القديم. عندنا التحديثات اللي تمت في السياره دي كالاتي. الشاصيه طبعا اطول واعرض من الشاصيه القديم، وطبعا كملوا، ما بدي اخش اقول والله حديد صلب 52%، خلاص صاروا مكملين الحكايه دي، صار ستاندرد حديد الصلب اعلى، وعمليه انهم مقتبسين من المدرسه الالمانيه ويبغوا يتفوق عليها، جايبين احسن مصممين في العالم. بعض الناس يقول يا اخي بيقلدوا الاوروبي، يقول يا عمي ما صار مقلدين اوروبي، صار اوروبي صار بيقلدهم، لانه احسن وافضل الادمغه الاوروبيه في تصميم السيارات وصناعه السيارات صاروا شغالين عندهم، وصاروا يعني بيتنافسوا مع الصناعة الألمانية بخبراء ألمان وأحسن ما في المصممين العالمين جابوهم عندهم بالكامل. فصارت أنا ما عاد صار إن هم بيسرقوا التصاميم، لا التصاميم صارت بشوف عندهم أشياء يمكن ما بشوفها عند الألمان، أو عند أو بتكون قريبة أو متشابهة، أو أحيانا هم حتى بيسبقوا فيها الألمان. طيب هذه نقطة خلصناها. السيارة دي إيش التطوير اللي تم فيها؟ مسمينها Elegance Gravity. التصميم عبارة عن ثقل ووزن الفخامة، هذا المفهوم حقها. فتلاقوا السيارة، حتى كنت بقول للراجل بتكلم معهم، في للأسف كان عندنا اليومين هذه كان في بعض المناطق ممنوع التصوير فيها، من اختبار لأول مرة في حياتي أحضر اختبار صدم فعليا، مو بس اللي بنشوفها، حضرنا الاختبار للأسف كان ممنوع التصوير، ودخلنا في مواضيع كثير عندهم الاختبارات السرية حق الشركة، من الصوت من الأريال، يعني حتى الراديو عندهم ممكن يلقط أي راديو في العالم موجود عندهم، أي إذاعة راديوهات في أي مكان في العالم بيجيبوها عندهم وبيختبروا أجهزتهم عليها وبيرتبوا أمورهم بحيث أنه ممكن جهازهم بيشتغل في كل مكان. طب الآن التطويرات كالآتي. السيارة أطول أعرض وأوسع وأعلى وأريح بكثير من السابقة. تصميميا وحجما حتخش الجي 90، الجينيسيس اعلى واكبر شيء، بعد الجي 90 الله يسلمكم، بعد الجي 90 حتدخل الكيا كي 900 بعد على طول، بعدها او اصغر منها حتخش معانا جينيسيس الجي 80 والجي 70. فعندنا هنا الكي 900 داخله في مرتبه انها اعلى من الجي 80 واقل من الجي 90. طبعا في المقارنه في الحجم قارنوها مع مرسيدس الاي كلاس، ففرق بصراحه في طول الشاصيه اوسع بكثير، هنا السياره اوسع اعرض اكبر، وحنحط لكم المقاسات كامله حقت الجي 80 والجي 90، او خلينا مقارنه حددتها اكثر بالمرسيدس الاي كلاس والمرسيدس الاي كلاس والجينيسيس الجي 80. طيب. السياره اللي لاحظتوا فيها كالاتي، التحديثات طبعا زي ما قلت اهدى واكبر واوسع، خصوصا مساحه الجلوس الخلفيه رائعه. كنت بقول للراجل، بقول اخي تصميم السياره بتفرج عليه، السياره عامله زي واحده جميله جدا وناعمه جدا، بس تحسها خجوله هاديه، ما في شيء واضح تماما، خصوصا انتم رافضين تشيلوا علامه كيا وتحطوا علامه ثانيه، علامه فخمه زي جماعه جينيسيس.
فقال لك قال لي احنا نفتخر باسم كيا، احنا ما احنا الشركات اللي يعني لما كبرت استعرت وخجلت من ماضي حقها، لا احنا معترفين بالسيارات القديمه حقتنا وتعلمنا من مشاكلنا وغلطنا وبنصمم اشياء جديده متطوره وافضل بكثير من اول. التحديثات زي ما قلت لسارة، اقول له طب شكلها خجول ما في شيء واضح تماما. قال بتعكس الثقافه الكوريه، ما احنا حابين انه نكون يعني ما ركز انه تكون السياره في شيء كذا واضح جدا، على قد انها خجوله وناعمه ومريحه هاديه، بس عزل الصوت افضل واجمل بكثير في الوسع. خلصنا من الوسع، خلصنا من التصميم وفلسفه now. الصانع بخصوص الاسم انه تغير وحطوا علامه فخمه، مش حيحصل. التطويرات حطوا ساعة من موغي لاكروا أو موريس لاكروا، حطوا لها ساعة، وبصراحة شفتها إعادة في الثمانينات. كان في عندنا الله يسلمكم اللينكن الكونتيننتال وساعات الكارتيه، كانوا سوا عاملين الشراكة هذه، فهنا عاملين مع موري لاكروا أو موريس لاكروا حسب المسميات حقتهم. الآن إيش في عندنا الله يسلمكم شيء تاني؟ اشتغلوا مع شركة بانتو حقت الألوان وعملوا إضاءة جدا جميلة داخل السيارة، 7 ألوان واضحة تماما، بس الإجمالي الألوان حوالي 64 لون لو حبينا نغير بينهم. السبع الألوان اللي أخذينا مثلا من الغابة لون الشفق، وعند الله يسلمكم لون البحر، لون الشمس، فيعني حاطين لها 7 أشياء من حولنا في الكوكب، من أجمل في الكوكب حقنا من بيئتنا، والباقي 64 لون تتغير فيها حسب درجة حبها. في عندنا العدادات صارت شكل جدا جميل فيها، وحنشرح لكم كمان. طبعا قبل ندخل في العدادات، تصميم الطبلون والداخلية السيارة جاي نازل تحت بحيث انه يديك elevation، يعني انت مرتفع فبتشوف كل شيء تحتك، فالنظر جيش انعم، فركز على حكاية انعم. زي ما بقول السيارة خجولة، قال لي بتعكس الثقافة الكورية انه فيها جمال وفيها هدوء وفيها دلع، بس والخجل موجود. ما احنا حابين نكون السيارة دي يعني انه مميزه، فيها شيء واضح كده بقوه، ما في سارة ناعمه، هم قاصدين تكون ناعمه وخجوله شكلها. في اللي حابب شيء مريح وناعم بيقول له تعال هذه السياره. مقاربه مرسيدس الاي كلاس، فهي اكبر اوسع، فيها نفس المواد الفخمه، فيها نظام السمعي ال 14 سماعه، وفيها كل شيء، اللهم انها بتنافس سعريا وحديد صلب اعلى بالتفاصيل هذه. طيب اكثر شيء مبين عند السياره دي، كان حتى كانوا معنا في جماعه الامريكان بيتكلموا عن السوق الامريكي، اكثر الناس اللي شارت السياره دي كان جايب اودي او مرسيدس اللي عنده، بدل ما يخش يعملها تريد ان، يعملها تبديل بمرسيدس ولا اودي، جاء بدله اخذ السياره هذه من عندهم ومبسوطين فيها جدا، بيقول لك يعني سعيدين في هذا، ومبيعاتهم كل ما لها بتتحسن، وفي اخبار لها ابتدى في السوق الامريكي، ابتدى يعني ابتدوا يدوروا على علامه كيا بشكل قوي. غير الاضاءه، غير الاضاءه اللي موجوده في السياره، والاضاءه عشان لا تتعارض او انها تعكس في العين او تجهر في السواقه، تيجي تحت في الاسفل، وشكلها فعلا جدا جميل. غير الساعة الموري لاكروا، في عندنا الله يسلمكم العدادات. العدادات صارت عندنا حسب وضعية السواقة، حسب وضعية السواقة العدادات عندنا كالآتي. في عندنا وضعية الله يسلمكم، عندنا وضعية الاقتصادية، هنا عندنا وضعية الكاستم اللي هي حسب ما الواحد حاب يحط الوضعية على ذوقه الخاص. عندنا هنا الوضعية اللي هي الرياضية، عفوا اللي هي الكومفورت المريحة، العدادات بتختلف. عندنا السبورت، وهنا السبورت عدادات غير، تخش وضعيه رياضيه اكثر. نفس الكراسي في الخلف هنا اللمبر سبورت، يصير الكراسي باكيت سيس، تيجي نفس الكراسي تقفل على الضروع على الجوانب كده بشكل مناعم ومريح، وتحضنك مع الحزام فتلاقي الكرسي حضنك رجع كده لورا، فبشكل جميل. عندنا كمان الله يسلمكم وضعيه الوضعيه الاقتصاديه، هنا رجعت ثاني مره فتحات وصارت مريحه الكراسي، وهذا الوضعيه الاقتصاديه. من ضمن الاشياء الجميله عندنا كمان الله يسلمنا من غماز يمين، بدل ما انه تقعد تطالع يمين على المنطقه العاميه او الكاميرا، الهوندا عندنا الاكل بتشوف فيها الكاميرا بتكون موجوده في الناحيه اليمين فقط، لكن في الجميل هنا في السياره غنى دفع خلفي او دفع رباعي والحديد الصلب، عندنا كمان جايب كاميرات يمين او شمال، فبتدي شكل جدا جمالي واوضح واجمل بكثير، وكسيفتي افضل. وطبعا عندنا كمان الهيد اب ديسبلاي، عندنا الشاشه هنا 12.3 انش، واجمل في الشاشه دي انها كمان باللمس، يعني الشاشه عندنا هنا الواحد يقدر يختار اي وضعيه حابب فيها. You have reached your destination. خلينا ناخذ مثلا هنا، في عندنا غير الشاشه باللمس، وفي عندنا خلينا نحط خريطه. شوفوا الواحد هنا عمليه يكبر ويصغر بمجرد حركه الاصبع، الاصابع الاثنين اهو، فبصراحه جدا جميله. ده مفتاح السيارة،
طبعا جماعة الخير إذا حنتكلم عن كاميرات 360 درجة موجودة، إذا حنتكلم عن جلد النابة موجود، أفخم نوع الجلد، إذا حنتكلم عن ستائر خلفية كهرباء موجودة، التعليق برضو السيارة هذه والكيا ستينجر ابتدوا ياخذوا فيها أنها عملية ركز إنه تكون السيارة هذه عندهم كل سيارات كيا العادية، بس هذه والكيا ستينجر مركزين على عملية الفخامة ومركزين على عملية إنها تكون الفلاج شيب، السيارات البارزة جدا عندهم، فبالتالي أخذ الستينجر، وهذه تيجي دفع خلفي أو رباعي، ومركزين على عملية برضو كمان الراجل تبع الام باور ركز على عملية القيادة الرياضية حقتها، مع التركيز هنا شوية على الفخامة أكثر وعلى النعومة والراحة والوسع الخلفي. فهذه أفخم ما أفخم شيء في علامة كيا، وحستمر بعلامة كيا، بخليكم واضحين في النقطة دي. الآن الله يسلمكم، بالرغم من رجع كرسي الأمامي لأقصى شيء ورا، لأقصى شيء وراء، على طولي أنا 1.80 متر، ما زال ما شاء الله عندي مسافة لا بس فيها أبدا. الكرسي اللي هنا طول راكب مثلا عادي، ففي ما شاء الله مسافة مريحة جدا وواسعة جدا، المسافة اللي موجودة بين الكرسيين. عندنا تحكم في الكراسي كامل للأمام وخلف، تبريد وتسخين الكراسي الخلفية، الستارة الخلفية تتحرك هنا، السقف الكنتارة، وفي عندنا كمان هنا عندنا الله يسلمكم مراية بالإضاءة حقتها للسيدات. فتحات التكييف الخلفية الجانبية موجودة، فعلا فعلا يعني المساحة الخلفية رائعة، يعني كلمة رائعة فيها قليل. التكييف ما شاء الله بارد، تطريز جميل. هنا مقابض هنا يمكن شوية جاية يدوية الستار، لكن الباقي كله ما شاء الله كهرباء. أسلمكم هذا السبع الألوان اللي بنتكلم عنها اهي، هنا على الكاستم نبتدي ايش، وهنا نبتدي عملية 64 لون اللي نبتدي نلعب فيها زي ما نبغى، مثلا اي درجة من الدرجات عندنا 64 لون نقدر يعني كل 64 يوم يعني شهرين واربع ايام كل يوم ممكن نغير اللون. عشان الاداء الرياضي الله يسلمكم الهواء يدخل من هنا من تحت ويطلع معانا من جوا من هنا، شوفوا يسحب الهواء الحار بحيث يكمل معنا السيارة. الرفارف عندنا شكل أكتاف عريضة، والديزاين حق السيارة جميل من الجانب ما شاء الله تبارك الله. طبعا المحركات اللي تيجي على السيارة دي كالآتي: 6 سلندر تنفس طبيعي، 3 أوتونومية سي سي، 315 حصان زل على الجينيسيس، 6 سلندر توين توربو 370 حصان، وهذا الله يسلمكم 370 حصان 510 نيوتن متر زلة تجي على الجينيسيس الجي 8 سبورت، وفي عندنا 8 سلندر زلة تجي على الجي 90 او جي 80، هذا كمان الله يسلمكم 425 حصان. فالتسارع من 0 ل 100 في ال 8 سلندر، التسارع الله يسلمكم بنتكلم على حوالي 5.5 ل 5.9، السيارة تجي دفع خلفي او دفع رباعي، ف 8 سرعات الجير بوكس، يعني الباور ترين هو المحرك والدفرنسات هي موجودة اللي عندنا عارفينها وجربناها قبل كده في كذا سيارة. عندي تجربة برضه عملت لكم على الجينيسيس الجي 80 والجي 80 سبورت موجودة، إذا حابب أحد يرجع يشوف الفرق بين الاثنين. فهذا بشكل عام التطوير تم في السيارة، مريحة حلوة رياضية فخمة أوسع أعرض أكبر، لكن خلينا نركز على كلمة أخجل، شكلها خجلانة كده، نعومة خجلانة، ما في تحس إنه شيء في التصميم ذاك الشيء البارز. فعندكم الوسع فخامة، السعر لسه لم يعلن السعر، لكن أتوقع إنه يعني حيكون في الرينج حق أزود من القديمة بشيء بسيط، طبعا مع ضرائب نتكلم أعتقد على حوالي 200,000 ريال أتوقع هذا السعر حق السيارة. الإضافات الموري لاكروا الساعة العدادات فعلا جميلة، والتطوير اللي تم عليها جدا جميل، لمبات LED أمامية خلفية، المساعدات الإلكترونية الموجودة كلها، التثبيت الرادار الذكي، التنبيه من خروج المسار والتثبيت، يعني حتى بتخرج المسار إذا ما تدغم ماذا السيارة بترجعك في خطك، الفرامل الذكية، كل هذه الأمور موجودة ما شاء الله في السيارة.
عندنا لمبات LED أمامية، عندنا لمبات LED خلفية، عندنا حديد الصلب الإضافي، عندنا جيربوكس 8 سرعات. الكفرات الأمامية 245 على 45 19، خلفية 275 على 40 19. السيارات الله يسلمكم متوقع توصل للسعودية ودول الخليج على شهر 7 يبتدي وصولها، يعني 7 8 تكون وصلت عندنا إن شاء الله. إحنا الآن دحين 2018 توصل عندنا 2019، ف حيبان معنا بطايق البنزين أكثر، لأنه دحين ما في بطايق بنزين إلا حقت السوق الكوري. فباقي الأسعار كمان حتكون متضحة معنا تماما في وقت الإطلاق. فحاليا أعطينا لكم السعر بشكل كامل إلى أن المواضيع أو المعلومات الناقصة تكمل معنا في ذلك الوقت إن شاء الله. الهيد أب ديسبلاي طبعا ما شاء الله رائع، يعني كل التفاصيل زي ما قلت السعر موجودة بالكامل. ختاما شكرا لكم متابعتكم كريمة، واتمنى قدرنا نديكم يعني صورة كاملة على السيارة هذه بتفاصيلها مملة. شكرا شكرا لكم، وألف ألف شكرا.